كابتن تامر، الوضع بالنسبه للكابتن خالد جلال مستلم المهمه، 3 مباريات، فاز في مباراه، تعادل في مباراه، خسر في اخرى، والوضع بالنسبه لماريو سلس اللي كان وادي دجله يعول عليه انه يحسن اداء الفريق، 7 مباريات فوز وحيد حتى الان، مين موقفه اصعب مع فريقه، مدرب وادي دجله ام مدرب البنك الاهلي؟ بص، هما الاثنين لو بصينا الاثنين هما المدرب الثاني يعتبر، واحد جاي مكان كابتن محمد يوسف والثاني جاي مكان بابا فاسيليو. فاعتقد حتى الان ماريو سالس انا شايف ان هو وادي دجله ادى يعني طريقته حتى اتغيرت وبقى افضل في النتائج، حتى النقاط دلوقتي قدر يكسب ماتش، اخر ماتشين كان كسب اعتقد المقاولين، بعد كده كسب تعادل مع الانتاج الحربي. انا يمكن كنت بحلل ماتش وادي دجله والانتاج الحربي، وادي دجله ما اداش بالصوره اللي يمكن الماتش كان على ارضه برضه، والانتاج الحربي يمكن مع كابتن كشري اداؤه اتحسن. فاعتقد ان وادي دجله اضاع نقطتين مهمين جدا، خصوصا الماتش ده منافس يعتبر مباشر ليك في صراع الهبوط. صحيح. نفس الوضع النهارده الماتش النهارده يعتبر ب6 نقط. انت تتكلم على وادي دجله عندها 13 وبنك الاهلي عنده 14 نقطه، يمكن مزبوط. وادي دجله موقفه اصعب لان هو لعب ماتش ازيد من البنك الاهلي، فالنهارده يعتبر بيبتدي الراوند الثاني، يعني انت فاضل لك 17 ماتش، فلو فضلت بالنتائج اللي انت قضيت بيها الدور الاولاني، انت بتتكلم في 10 نقاط او 13 نقطه في 17 ماتش، فلو جاب بنفس عدد نقاط دوت مش هيقدر يفضل في الدوري. فاعتقد النهارده ماتش مهم جدا، اللي هيكسب هتفرق معاه جدا في الجدول، هينط نطه كويسه.